في ذات السياق اعترف وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعاني من صعوبات مالية جمة، وأرجع أسباب الضائقة المالية إلى كتلة الأجور الضخمة إلى تقدمها عن الشركة للعمال أو التي تقدمها الشركة للعمال والموظفين، حيث يستفيد الموظفون من زيادات في الأجور كل سنة أو 6 أشهر. الوزير وفي تصريح لشروق نيوز كشف عن استحداث لجنة على مستوى الشركة ستقوم بدراسة الأجور ومراجعتها. ولكن لابد أن الناس تعي بالصعوبات اللي عند الشركة، ما نبقوش كل شهر نزيدوا في الرواتب كل شهر كل 6 أشهر كل عام وكذا. الزيادات هذه المرتفعة دائما متكررة نتاع الرواتب هذه بطريقة غير مدروسة هي اللي تخلي الشركة تقع في المشاكل هذه، وتبعث المحرك لفرنسا يتريبارا ويعاود يرجع. كيفاش لابد ان يكون عندها دو